موضوع الإطلالة بالعراق شوية قلقني هالفترة. دابا الأولى بطيخ وعلي فاضل طلع فد بطل شكله كلش غريب، يشبه بطل البيبسي مخصر شوية فوقه غلاس مثل بي جي أو جرانتس، و جوا القبغ فد شي أبيض ملفوف شلون العمامة بس نازلة جوا، ما أدري أبو الرقبة ما أعرف يسمو قطارة واقعة. المهم فهو الظاهر دا يسوي دعاية لهذا البطل، بس بطل شكله غريب، بعدين يبدي يصب بالكلاس. هذا الفتشي الابيض بعده موجود هناك، فما اعرف شنو الغايه من هذا البطل، يعني اذا خلوه بالصندوق يم طاله الاخ ما واحد ينضرب بالاخ تصير مشاكل، ما اعرف البطل مستبرد لابس بالرقبه، ما اعرف هالشيء كلش غريب. بعدين يطلع مقطع الاخ اكو بطلين على الميز، واحد بطل يشبه السفن وواحد يشبه بطل بيبسي، بس هو لا سفن ولا بيبسي. فما اعرف اثنيناتهم هيك اشكالا غريبه، قصار مثلي وعريضات مثل علي فاضل، وما اعرف شنو الموضوع. هو دا يسوي دعايه لهذا الفتشي المشروب فتشي كولا او فتشي، و الشغله الاخ اللي هي موضوع ابو وديع. موضوع ابو وديع ما حد يعرفه، يمكن ابو وديع لاجئ سوري عايش باربيل ويشتغل بمحل ما شرب، يسوي دعايه مال جول نار، فيجي قاعد على الميز همك وبطاله بس بطلين مال جل نار، واحد احمر الليبل مالته والاخ ازرق، فيبدي يصب الاحمر اللي يريد يجربه قدام الكاميرا، فيصبه بطريقه مثل الشاي المغربي صعده فوق، ما اعرف اكو فد عرف بهيجي يطقون مو يطقون يصبون العرق، ما اعرف هسه العرق شي اذا واحد عنده تحليل هاي الطريقة. بعدين يسوي شغلة بعد أقوى، يذكرني بحيدر دعدوعة شماي، يبدي يشتم البطل، يقول الكحول مال تعالي لأن يشتم فد نسبة معينة ما أدري خشمة شنو، يعني كيناين ما يقدر يطلع شو اسمه. وبصف البطلين أكو فد شغلة هيجي ما أعرف شنو هذا، يمكن هو يجيب ها بهاي الكنتينر مالته بس تشبه مال الطوبات مال التنس، ودا قلبها مرجع طلع علي فاضل مره الاخ بهذا البطل الغريب. فاتمنى واحد يقدر يشرح لي شنو موضوع البطل.